بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحظ الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعين هذه الرياضة وانطلاقة شوط الختام، ختام أمسك بإذن الله تعالى في هذه الفترة الصباحية، وأيضا مع انطلاقة سن الحقائق، ولنا موعد مع الفترة المسائية ومع انطلاقة سن الحقائق في تمام الساعة الثانية من ظهيرة هذا اليوم. إذا ننطلق بالوصف والتعليق مع الخمسة المراكز المتقدمة لنشاهد حاملة الركل خمسة من تتواجد الواحية مع أول المراكز. صالح بن محمد سندوانة المري يقدم لنا الواحية مع المركز الأول، ثاني المراكز. إذا المركز الثاني تواجد قزوة لحسن بن طالب العلي مع المركز الثاني، خيرت إلى أول المراكز لتأتي على المركز الثاني بنت الخروف. عبد الله بن محمد بن حزام بن ديل المري يقدم لنا بنت الخروف، والمركز الثالث تواجد الواعي لصالح بن محمد سندوانة المري. رابعا نتابع التواجد من غنايم شعار محمد بن جار الله بن ضرمان المري الذي تواجد مع مشهورة وقدم لنا العروض الجميلة، وتواجد مع لطيف ومع الأسماء الكبيرة المميزة. المركز الخامس تواجد بروك لفرج بن ناصر بن حفيظ الحفيظ المري مع المركز الخامس. هذه الخمسة الأسماء المميزة، وما سنترقب الأسماء المتواجدة خلف الخمسة المراكز الأولى، ولكن نعود بحضراتكم إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى الانطلاق الأول وإلى تواجد من قبل قزوة من تنطلق مع الصدارة برفقة حسن بن طالب العلي مع أول المراكز ومع القيادة السليمة لمجريات شوط الختام ولانطلاقة قزوة مع المركز الأول ومع الصدارة ومع المقدمة. ثاني المراكز تواجد بنت الخروف المملوكة لعبد الله بن محمد بن حزام بن نديلة المري مع المركز الثاني. ثالث المراكز تتواجد بهذه اللحظات الواعي لصالح بن محمد سندوانة المري، والمركز الرابع أتابع بروك وفرج بن ناصر بن حفيظ الحفيظ المري يقدم لنا بروك مع المركز الثالث. رابعا تواجد غنايم محمد بن جر الله بن محمد بن حمد بن ضرمان المري يقدم لنا غنايم مع المركز الرابع. خامسا تواجد مريفة الريان خالد بن عبد الله بن حمد العطية يقدم لنا مريفة الريان مع هذه الانطلاقة الجميلة ومع أيضا مجريات الكيلو متر الأخير والخطير والمثير بانطلاقاته الجميلة. غيرت في هذه اللحظات بنت الخروف، انطلقت مع الصدارة، هذه السلالة وسلالة الخروف تتواجد برفقة عبد الله بن محمد بن ديلة المري. ثانيا تواجد بروك فرج بن ناصر بن حفيظ الحفيظ المري مع المركز الثاني. المركز الثاني غيرت في هذه اللحظات وانطلقت الواعية صالح بن محمد سندوانة المري. بدأت التعليمات وأصدرت الأوامر، يسلوب الصدارة والمقدمة برفقة بنت الخروف أن تتواجد مع بن ديلة، ولكن بن حفيظ يريد انتزاع أول المراكز مع بروك وفرج بن ناصر بن حفيظ الحفيظ المري. شقيقة من قدم لنا هياط وقدم لنا الانطلاقات الجميلة. إذا مع المركز الثاني بروك، ولكن بنت الخروف هي صاحبة المجريات الأخيرة والانطلاقات المميزة، وغيرت بروك. منافسة ما بين بنت الخروف وبروك، يسلوب شعار بن نديلة شعار بن حفيظ في صراع مميز مع المركزين الثاني والأول، ولكن اللحظات الأخيرة وكانت بنت الخروف هي صاحبة المركز الأول. تحت تبريكات لزفاني عبد الله بن محمد بن حساب بن نديلة المري على حصول بنت الخروف على المركز الأول. المركز الثاني كان الوصول من بروك لفرج بن ناصر بن حفيظ الحفيظ المري. المركز الثالث كان التواجد من قبل الواعي لصالح بن محمد سندوانة المري. المركز الرابع مهمة لعبد الله بن محمد بن ديل المري. المركز الخامس غنايم لمحمد بن جار الله بن حمد بن ضرمان المري، ونتمنى
ايضا العودة السليمة لهذا الشعار، وخصيصا لقنايم التي غابت عن هذه الرياضة وعادت مجددا للمنافسة بهذا المحلي. نعود بحضراتكم الى شوطنا الذي انتهى قبل قليل والى مجريات الامور التي جرت في هذا الشوط والانطلاقات والمنافسات الجميلة التي خاضت هذه الاسماء وهذه الشعارات ولحظة انطلاقي وايضا تجاوز وتسلل بنت الخروف مع اول المراكز ولحظة منافسة بروك مع بنت الخروف وشعار بن حفيظ وشعار بن ديلة، وكانت بنت الخروف هي صاحبة الكلمة وهي صاحبة الانطلاق الاخير. 4:33، 32:08، الثالث تبريكات لعبد الله بن محمد بن حساب بن ديلة المري، ثالث مراكز بروك، توقيت الزمني 4:33، 82:08، تبريكات لفرج بن ناصر بن حفيظ الحفيظ المري المركز الثالث. كان التواجد من قبل الواعية 4:37، 38:38، الثاني تبريكات لصالح بن محمد سندوان المري على حصول الواعية على المركز الثالث.